فقرة الطب البديل اليوم مع الدكتورة نجاة السماوي الشذر الاختصاصية في الطب البديل، راح نتحدث عن العلاج بالعصائر الطازجة وتحديدا علاج البشرة والجلد عن طريق هذه البدائل. دكتورة نجاة صباح الخير. صباح الخير، يا اهلا وسهلا بك. وين زميلتك اللي وعدتني اليوم تكون معايا وانا مستنياها من الصبح؟ والله شكلها عجبتها مانشستر فما جاتك. الظاهر. بالنسبه للبشره، خلينا نقول العلاج بالعصاير راح نحاول نطرح في حلقات قادمه اليوم والحلقات القادمه اذا اراد الله ان شاء الله. ممكن انه نعالج يعني ممكن حتى اكثر من 24 حاله صحيه في موضوع العصائر الطبيعيه والعصائر الطازجه بالمعنى. العصائر خلينا نقولها اليوم وبشكل سريع جدا، الشروط العامه اللي راح تنطبق في كل حلقاتنا. نعم. انه تكون طازجه، نعصرها ونتناولها على طول، يعني من المطبخ لغرفة الجلوس أو لغرفة النوم، ما تطول أكثر. لأنه حتى نحافظ على الإنزيمات وحتى نستفيد من عندها، هو هذا الغرض من العصائر الطازجة. أيضا لازم نمضغها بالفم بلعاب الفم، نتركها فترة، ما نشربها على طول وإحنا واقفين بسرعة وكأنما واجب ولازم نخلص منه. لازم نحاول نستمتع بها حتى جسمنا يستفيد من عندها. نحاول جدا لازم تكون أورجانيك عضوية، وإذا مو عضوية علينا بتقشيرها بالفرشة وبواسطة الليكويد خفيف مخفف بالماء، نغسلها بشكل طبيعي. ممكن نخلط وياها بذور، جذور، أي نوع نريد، نخلط وياها زيوت، نخلط وياها مواد تكميلية. حلو. علينا بالنسبة إن نغسل الماكينة بعد كل عصرة، يعني دائما نغسلها ونجففها حتى ما نولد البكتيريا. هذه العصائر والنظام هذا إذا استعمل لمدة 6 أسابيع جارنتي راح ينطي نتيجة لكل الناس، لكل الحالات اللي راح نذكرها. نعم. اليوم بالحالات القادمة نبدي بالبشرة والجلد. البشرة والجلد، أول ما تحتاج البشرة شو هو اللي تحتاجه؟ تحتاج الماء، تحتاج الزيوت الطبيعية، تحتاج البكتيريا. البكتيريا دائما نحصل عليها منين؟ من اللبن الزبادي، واللي معروف كل الناس تعرف أنه اللبن يعني الزبادي اللي هو الروب اللي هو اليوغرت مهم جدا للبشرة، يعطينا البكتيريا الجيدة باكو إلى باكيتين باليوم. الماء نشرب بين 2 لترين إلى 3 لترات إلى أكثر، الماء ضروري. شايات الأعشاب اللي هي مهمة للبشرة والشعر والأظافر والجلد هي الهورستل، ذيل الحصان. ليش؟ لأنه به هذه مادة السيليكا اللي هي مهمة للبشرة. أيضا بالنسبة إن هنا راح نبدي بالعصائر الطبيعية مثل ما قلنا واحد واحد، خلينا نقول إذا 6، واليوم أنا محضرة 6 للبشرة والجلد، خلينا نقول نبدي بالبابايا، عصير البابايا باليوم. هذه طبعا ممكن أنه يأخذوها الإنسان لوحده وممكن يخلطوها. نعم. بس أنا صنفتها على شكل جدول حتى تكون أسهل للإنسان يتقبلها. الرمان اللي هي بمادة الاستروجين واللي هو مهم للبشرة، والبلو بريز وأنواع البريز اللي هي كلها أنتي أوكسيدات اللي هي مضادة للأكسدة، والبابايا لأن هي غنية بالإنزيمات واللي هي تساعد جدا على طرح البشرة الميتة وعلى كل الخلايا تطرحها البشرة. الثاني عصير عندنا عصير الأفوكادو. عصير الأفوكادو نخلط وياه فد ملعقة مال خلينا نقول كوب من البيمكن سيدز اللي هو يعني البذور البيمكن اللي. نعم. هو حب البطيخ الأبيض. هذا إذا خلطنا من عنده هذا الباودر راح نحصل على مادة الزنك اللي هي جيدة للجلد وجيدة للبشرة. أيضا إذا أخذنا الأفوكادو هي معناها غنية بفيتامين إي، وناخذ وياها نخلط الليمون، وهذه إذا خلطنا الليمون معناها حصلنا على عصير يعني طازج من الفيتامين سي إلى فيتامين إي إلى كل العناصر اللي يحتاجها البشرة. النوع الثالث اللي هو خلينا نقول خضار، بين البروكلي إلى الرشاد إلى الشوندر اللي هو البنجر، هذا طبعا غني بيش بالحديد، هذا كله مهم للبشرة. الثوم طبعا اكو ناس حسب الذوق تحب الثوم، اكو ناس ما تحب الثوم. صحيح. الثوم والبصل مهمين حتى لو سن ثوم باليوم، يخلط ويا نوع من الخضار. يعني هذا قلنا اذا اخذنا البروكلي واخذنا ويا الكبج
او الملفوف، واخذنا وياه الرشاد، اخذنا وياه السبانغ، وخلطنا وياه الطماطه اللي هي جدا مهمه للبشره، غنيه ايضا بكل هاي العناصر، غنيه بالمضادات للاكسده، والبصل والثوم فائدتهم ليش؟ لانه غنيين بالكبريت، عنصر الكبريت اللي هو اساس اهم عنصر للبشره الجيده والجلد الجيد. نعم. والجلد الصحي. دكتوره، فاذا اخذنا ذول بنفس الوقت نعم. عفوا على المقاطعه، بس اذا في احد عنده حساسيه مثلا من الثوم او البصل لدرجه انه مستحيل انه ياكلهم، هل هناك بديل عن فوائدهم في انواع اخرى من الفواكه او الخضار؟ ممكن انه طبعا هي هم رائحتهم وهم عندهم حساسيه، اللي عنده حساسيه اكيد ما ياخذهم، بس ممكن انه يفيد يعني انواع الخضار بانواعها هي بيها الكبريت، يعني ما وشايات الاعشاب ايضا بيها الكبريت، وايضا يعني اهم المواد اللي هي يعني الخضار الداكن، هي دائما تلقي العناصر اللي هي المعادن المينرالز تلقيها بالخضار الداكنه، واللي احنا معظم ناسنا ما يحبوها، يعني يقول لك طعمها مو طيب او شيء، بس هي الفائده فيها. ايضا عندنا مثلا ما قلنا بالنسبه للعصائر الطبيعيه اللي كررناها، قلنا تقريبا 3-4، قلنا الافوكادو، قلنا الرمان، قلنا عندنا واحد مثلا نخلط وياه خلينا نقول الكيوي ويا الخوخ ويا المشمش، الان المشمش هاي كلها غنيه بالبيتا كاروتين اللي هي فيتامين اي وانتي اوكسيدنت مضاد للاكسده ايضا، وهم ذول يعني الثلاثه اذا خلطناهم سوا ممكن انه يفيدون. اذا انضينا اللي هو ست انواع اللي هي يعني ذكرناها، ايضا العنب الابيض والعنب الاخضر قصدي والعنب الاحمر والعنب الاسود، ذولا غنيين جدا بالمضادات للاكسده. التفاح الاخضر عندنا كلها ألياف وكلها أنزيمات، إذا انخلط مع الجزر، الجزر كله أيضا غني بفيتامين أي اللي هو أيضا مهم للبشرة. فإحنا انطينا الآن يعني ست يعني غلاسات أو ست كوبايات من العصير اليومي، أو 4 أو 6 أو 8، ينفع بعض الناس اللي تحاول يعني تخسس حتى وزنها، اللي أنه ممكن أنه يعوضهم لأن راح يسد الشهية، بس مثل ما قلنا الشروط الأساسية هي اللي قلناها، وممكن يخلطون أغذية تكميلية وياها، والأغذية التكميلية ممكن يخلطون البكتيريا الصديقة اللي يشتروها جاهزة اللي راويناها بالمرات الماضية، يمكن يخلطون الكلوريلا هو الطحالب الخضراء لأن هاي مهمة للدم وصف الدم، وأيضا ممكن يخلطون البي بولن، بي بولن اللي هو نخالة العسل، يعني نخالة الخلية، الفلاح عادة يبيع العسل ويترك الخلية يرميها، هذه النخالة يعني احنا نقول باللهجة العراقية نقول بها المونة، بها الفائدة، بها الطعم، يعني مثل ما تشرب مية اللحم، يعني مو باللحم وإنما بالمية مال اللحم هي الفائدة. فبالضبط البي بولن غني بكل البروتين، بكل المعادن، بكل الفيتامينات اللي تحتاجها البشرة، فممكن ملعقة كوب لكل غلاس من هذا العصير، وهذا موجود في كل الصيدليات اللي تبيع الأغذية الصحية. حلو. وممكن أنه ياخذوها. نعم. حلو. تفضل دكتورة نجاة، يعني نصائحك اللي تقدمينها لنا كل أسبوع نتمنى دائما أن الناس مثل ما تسمعها وتحب أن هي أيضا تطبقها، لأن احنا عندنا يعني الحمد لله إيجابينا نسمع، بس عندنا أحيانا سلبية في أن ما نطبق اللي نسمعه. بالضبط بالضبط. إيه، هو الكلام حلو بس من يجي للتطبيق يعني هو هذا. لا إن شاء الله إن شاء الله. فإحنا نحاول يعني المرات الماضية نكون نتكلم على أمراض أخرى، راح نتكلم على الضغط والسكر، راح نتكلم على القلب والكوليسترول، يعني راح نتكلم على الحساسية، نتكلم على المفاصل بكل أنواعها ومن جملتها داء النقرس. نتكلم ايضا على المناعه كيف نقوي، فهاي نحاول هذا نسويه قبل رمضان حتى يستفيدوا من عنده. صحيح. حتى يكونوا في شهر رمضان متهيئين ايضا لحتى القولون ويعني قرحه المعده وسوء الهضم والامساك اللي يصير، فهاي نحاول هاي العصائر رتبناها قبل رمضان حتى تفيد المواطن، تفيد المشاهد يتناولها حتى في الان وفي شهر رمضان، يهيئ جسمه للصيام. يا ريت، نتمنى لان كثير من المشاكل الصحية والغذائية غالبا ما تصير في شهر رمضان. كل الشكر لك الدكتورة نجاة السماوي الشذر الاختصاصية في الطب البديل، كنت معنا من لندن.